أول مرة في الجزائر فندق للقطط في ولاية وهران عند مسجد ما شاء الله. نطلعوا هاد الطريق راح نوجد العيادة تاعنا هنايا. أي معلومات أي استفسار خلوها لي في التعليقات مقابل ثانوية بالبشير في بلقايد. هاد العيادة البيطارية توفرنا خدمات صحية وخدمات فندقية. هاد العيادة البيطارية تقدم لكم خدمات عديدة، منها خدمات الرعاية الصحية للحيوانات، منها تعقيم وتطعيم وعملية جراحية وأيضا يداووا الأمراض الجلدية، ومنها خدمة توليد القطط. أنا كانت عندي تجربة، القطة تاعي ولدت في هاد العيادة البيطارية، وأيضا استفادت من خدمة الفندقة اللي عندهم. هذه فرصة لسكان وهران اللي حاب يسافر يجي يحط القطة تاع هنايا في هاد الفندق، راح يتحصل على أحسن الخدمات. الفندق كما راكم تلاحظوا فيه عدة غرف، وكل قط عندها الغرفة تاعه الخاصة به، أيضا بالأكل تاعه الخاص ومعلوماته الشخصية على حسب طلب الزبون. وأيضا راح كاينه مساحة للعب، ما راحش يحسوا رواحهم غرباء في هاد الفندق. أيضا هاد العيادة البيطارية تقدم لكم خدمة غسل وتنظيف الحيوانات تاعكم. هاد العيادة البيطارية اللي متواجد فيها فندق للحيوانات متواجدة في ولاية وهران بالقايد. أنا راح أخليكم تستمتعوا بهاد الفندق وتتعرفوا عليه بكثرة، وراح أخلي لكم رقم الهاتف هاد العيادة. هذه فرصة لسكان ولاية وهران باش يخرجوا ويسافروا.